ربنا موجود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم السادس من شهر أمشير المبارك أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسون أباكير ويوحنا والثلاث عذارى وأمهن بمدينة الإسكندرية. تربى أباكير تربية مسيحية وتعلم مهنة الطب، وشعوا به عند الوالي أنه يشفي الناس بالسحر، لكن هرب أباكير حيث انضم للنساك وكان يخدمهم. أما يوحنا فكان ضابطا كبيرا، فلما سمع بخبر أباكير ذهب إليه في الصحراء وسكن بجواره واتخذه معلما له في الفضيلة. سمع القديس أباكير بخبر القبض على أثناسيا وبناتها الثلاث أيام دقلديانوس، فأشفق عليهن لئلا يضعفن فذهب لهن. فأمر الوالي بالقبض على أباكير ويوحنا وتعذيبهما، وأمر بقطع رؤوس أثناسيا وبناتها الثلاث ليرعب أباكير ويوحنا. وبعد سلسلة عذابات نال القديسان أيضا إكليل الشهادة بمنطقة سميت أبو قير نسبة للقديس أباكير. دفنهم القديس يوليوس الأقفاصي في مقبرة بقرب كنيسة ماري مرقس بالإسكندرية. بركة صلواتهم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 1079 للشهداء 1363 ميلادية تنيح البابا مرقس 84 من بطاركة الكرازة المرقسية، بركة صلواته فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس زانوفيوس، بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.